الطعام وبنت الخدود. يا هذه ما أجملك من مدني يا دنهلك ما أبدع على عينين ما نرى الخدين. مثل العيون النعاسي. هيا طابوا هيا طابوا هيا لعبوا. هيا الربيع هيا الفتور هيا الوداد هيا الوداد هيا Yeah.
إلا على فكرة يا سيد داهر، ما وصلكش خبر عن البضاعة اللي وصلتك عليها؟ أيوة، وصلني خبر بإن القفلة في الطريق ومنظور وصولها بعد كم يوم إن شاء الله. على السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم. السلام عليكم وشرفنا. كل عيد وانت بخير يا ولد. وانت بخير. انا جبت لك هديه صغيره. أنا مش عارفة أشكرك إزاي. الله يخليك لي ويديم معزة وأشوفك في كل عيد أسعد الناس. تشكريني؟ على إيه؟ أنا أتمنى لو أشتري الدنيا كلها وحدها. يا بختها. حدنا للأمانة اللي هي فيها عاملها ست البيت. كأنها مزينة شرمان. دايما مسحوبين من اللي فات. محدش يجوا بقلبه. صباحين يا عم مبارك. زي الحال. نايم والسباين قلت والناس بتخاف من النظافه. اهو الحال من بعضه دلوقتي بيبحثوا بياض. يا راجل ده انت كام نهار اسود. انا عارف ايه اللي وقعني فيك. لا مؤاخذه اما اشوف مين بينادي. ايه ده انت حومه؟ ايه؟ انت فين يا اخي؟ خبرين يا سيد منصور. ده انا حس اتنبح عليك. الراجل ده هو سلق لي جثتي بالميه السخنه وبعدين كسر لي عظمي. تقولش بيدلك طار. انت مالك؟ ما هو حاكم افرش ما بيسمعش. صباح الخير يا سيد منصور. يا سلام يا اخي على دمك. يا سلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. القصد بقى شرفنا يا سيد منصور. أنا؟ ليه؟ هو أنا مستغني عن جثتي؟ إيه؟ خيف داري الحمامات حالها واقف. صباح الخير يا سيد باهر. صباح النور يا سيد منصور. آه يا أخويا. إيه مالك؟ هرالي جثتي. مين ده؟ المكيساتي. أتريك يا سيد النور؟ لا ده من الحب.
حب. اه حب بنت الحال. لا بنت مرجان. ها شاه؟ طبعا شاه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. أهلا وسهلا. السلام عليكم. اتفضل يا سيدي. هاتنا هي الأفلة قامت إمتى من الشام؟ المفروض إنها قامت أول الشهر. أمال اتأخرت كده ليه؟ في إيه ده؟ كان الغايب حجته معاه؟ لكن إحنا دفعنا العربون من زمان. طب ويعني إيه؟ لا مفيش حاجة، بس هو اللي قلقان شوية. إيه الجيبه يا أخويا؟ يا إخوانا ده الصبر طيب. يا عالم ده الصبر مفتاح الفرج. اصبر تنول المرام. نعم يلا بينا يا جماعه. يلا ما هو بدري. انتوا انستونا قوي. الله يعني. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. هم مالهم قلقانين كده ليه؟ انا اللي قلقان يا رسول. ليه؟ القفلة اتأخرت المرة دي. طيب انت واحد مضمون؟ يا راجل ما عندوش أدب. معذور. إن رجعوا لك تاني ارمي لهم العربون في وشوشهم. هو أنا لو كان معايا كنت أستحمل كلمة واحدة؟ إزاي؟ أنت مش غريب يا مسعود. أنا دلوقتي ما بقاش عندي حاجة أبدا. خبر. حبك لوداد ما خلكش تعمل للفلوس قيمة. Thank you.
عطشان عطشان. القفله. ايه كراي حصل ايه؟ بدا التل الكبير يوم الاثنين قبل غروب الشمس. وبعدين؟ واحنا ماشيين في الصحراء قدامك من هنا لبكره، يا ترجع لنا فلوسنا يا نشتكي. تفضل. ذنبك على جنب. قابلتهم وكسرت وراهم أوارة، مش عارف أجيب لهم فلوس منين. أخي مفيش حد من أخوانك ينجدك؟ هو في حد بيسلف حد الأيام دي؟ جرب جرب ما تقطعش العشب.
السلام عليكم يا عم. اهلا يا ابني اهلا. انت فين؟ حرمني منك ليه؟ انا كل ما اشوفك كاني شفت المرحوم والدك. الله يبارك فيك يا عمي. اتفضل يا ابني استريح. مالك؟ انت كنت عيان؟ لا مفيش حاجة يعني. لا لازم في حاجة، انت مش زي عوايدك. قولي، القفلة اتنهرت والدين ركبني من كل ناحية. قفلة؟ قفلة ايه يا ابني؟ قفلة البضايع اللي كان جاية من الشام، واخد عربون من تجار، وفي ذمتي فلوس كتير ومش عارف اعمل ايه. لا حول ولا قوة الا بالله. هون عليك يا ابني، انا عندي الف محبوب. اهو ده العربون اللي خدته والبضايع اللي في الدكان تغطي بقية الزمامات. فرجت، رد العربون وصبر التنين. اصبر التنين؟ الناس مبقاش عندها ثقة فيا، ويصعب عليا دكان ابويا تروح لواحد غريب. خد انت الدكان وصبر. طيب اذا كان ده يريحك، وعلى كل حال الدكان محفوظة وربنا يعدلها وترجع تاني وتاخدها. كتر خيرك يا عمي. استغفر الله العظيم. خد، خلي الحجة دي عندك. استغفر الله العظيم يا ابني، هو في بيننا وبين بعض تكليف؟ ما كانش كده ما اقدرش اقبل الفلوس. طيب. الحمد لله ربنا فرجها. صح بقى انك تسدد لي حساب اللي عليك. حسابك ايه؟ هو الميعاد لسه جديد يا اخي. واذا كان ما دام الفلوس اهي قدامنا اهي. صلوا على النبي يا جماعه واحمدوا ربنا اللي بيجات لنا فلوسنا بخير. استنوا بقى اما نعدهم علشان نديله السند بتاعه. عد يا سيدي بقى، عد. يا اخي مش كنت تسال عليهم شويه؟ يعني دلوقتي هتعمل ايه؟ ادي القرشين اللي معاك ودفعتهم في الدين. يا ترى هتبطل التجاره ولا ايه؟ كفايه راحه ضمير يا منصور بتسديد الناس دول واخلص اللي فات وربنا يعدلها. امين يا سيدي امين. والله القرشين دول فيهم من حبه عيني. هو سباهر ماله؟ سباهر مفلس خلاص واتقفلت وكلته. لا زي ما بقول لك، تعرف انه غلبان قوي؟ دول سرقوا له قفلته المسكين كلها. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. بالذمة انه صعبان عليا قوي. تعرف لو كنت انا اللي جرالي كان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال لي انا اللي قراله هو، تعرف كان عمل فيا ايه؟ ايه؟ كان فضحني في السوق كله. طب ما انت ما تعامله بالمثل. انا؟ ده انت تبيك على نياتك. يا ريت كنت اعرف يا عم مبارك. اتكل عليا انا. كده؟ طيب خد دول علشانك بقى. ما تخلي. خلي خلي. الهي ما يفضحك. لكن انت مش عادت وتاخر للسعاده. روح يا عم انت، هو عند عم ياسي هو في احسن منه؟ لا احنا مستنيين السيد باهر. سيد باهر ما اتقفلت وكلته. قفلت؟ عجباك النقطه دي؟ يلا بينا. الا جمال واحد يا عم. لا جمل ولا جمال. ايه؟ يا الله قبول وبكل مسيح. الحاجه
سمعت الكباهن قرروا ايه؟ ايه؟ سمعت الكباهن قرروا ايه؟ بصر يا اخي انا بتكلم عربي. سمعت الكباهن قرروا ايه؟ سباهي. ايوه معلش بكره يتصلح عقبال مناخير يا دكتور. ايه عندك؟ لا طيب شفت اخر بتاع الكباهن كان عايز زي الملوك يفضل فلوسه يمين وشمال. فلت واتقفلت وكلته. في هو اللي فات باهر؟ باهر الكلام ده انا عامل منصور بتاعه وفان جديد لسه ما عرفتش تعمله. معلش ما تلبسه في الافراح. إن لونك مثل حظي سواد في سواد في سواد. ملياش نفسي من كتر تفكيرك. واعمل ايه؟ من شاف لو ان هانت عليه بلوته جهد هذا بتشتو لبيه. عندي معاد مع واحد تاجر من الشام. الله ينجح مصر كريم. دور يلا بينا. يا نعم. صنية بحالها زي كل يوم. مش ترحمي نفسك شوية؟ شوفي بقيت ازاي. صعبان علي باهر. وهتعملي ايه اكتر من اللي عملتيه؟ انا لسه عملت حاجة كفاية ريحة سختك. اهو كله من خير. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ولك يا صبي جيب قهوه هون. يا سيدي الحاج سليمان قال لي ان حضرتك عاوز تقابلني. ايه حصل خير؟ مشان بدي احكي لك بخصوص التجاره طبعي. انا تحت امرك. بريد ارسل لكم الحراير من مصنع طبعي مشان تبيعوه بواسطتكم هون في مصر. كل ممنونيه. وانا ايضا ممنون خير. وايه شروطك؟
بنصدر لكم البضاعة وبتبيعوها لحسابنا بكل سرور. إيه لكن لكن إيه؟ بدنا تأمين. سامع؟ بده تأمين. طيب يا هنديله. والتأمين ده بقى يبقى قد إيه؟ منه مبلغ جسيم 500 محبوب. 500 محبوب. والله شوية. طيب بعد يومين أرد عليك. بتكون مطمن سيدي من جهة البضاعة طبعاً. حرايرنا من أعلى صنف. حراير كأولك. مفهوم. السلام عليكم. مع السلامة. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً. حصلت البركات فيي. أهلاً وسهلاً. التاجر الشامي طالب تأمين ولا عنديش. يا سيدي روق بالك. ده الصبر طيب. أي بكرة تفرج. تفرج منين يا منصور؟ ما هو لو كان الأمر يخصني وحدي كان يهون. لكن وداد المسكينة مش قادر أشوفها في الحالة دي. وداد صحيح مظلومة معانا. القصد بقى أما أروح أقول لها إنك جيت. أهلاً
ده انا كنت جاي لي. عملتوا ايه في التاجر هشام يا منصور؟ ان شاء الله يكون خير. ولا خير ولا حاجه، طلب تامين ولا فيش فلوس. دي النتيجه اللي كنت منتظرها منصور. انا فكرت في طريقه تجيب فلوس لباهر. ايه هي؟ ليه ما يبيعنيش يا منصور ويحسن حاله؟ يبيعك يا خبر، ومين يا ستي اللي يقدر يقول له على كده؟ اتفضلي قولي له انت. ايوه انا هقول. وانت كمان قول له يا منصور وساعدني في التضحيه دي علشانه. وداد، انا عرفت انك ما اتفقتش مع التاجر. لسه ما اتفقناش علشان طلب تامين، والتامين مش موجود. صحيح. اسمع يا باهر، انا هقول لك كلمه ولو انها صعبه صحيح، لكن لازم نواجه الحقيقه ولو مره. كلمة صعبة؟ إيه هي؟ كلمة بعيدة عن التصور، لكن مفيش طريقة تانية، لابد من التضحية. تضحية؟ لابد من التضحية. بعني يا بعني. إيه؟ أيوة بعني، تتحصل على المال وترجع تجارتك تاني. أبيعك؟ بتقولي إيه؟ جرالك إيه يا وداد؟ مستحيل نصبر على الحالة دي، ما يمكنش نعيش كده، ما يمكنش نعيش كده، أنا بتألم وقلبي بيتقطع كل يوم، بعني، بعني يا باهر، بعني، 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 وداد، وداد، منصور، وداد عايزانا بعه، بتقول ما بقتش طايقة العيشة دي. معلش، هدي نفسك شوية واسمع مني كلمتين صغيرين، ولا تزعلش من كلمة الحق. بقى مش حرام عليك إن وداد تقاسي معانا الشدة دي اللي احنا فيها، مع إنها متعودة طول عمرها على البحبحة والعز والخير الكتير؟ اسمع، إن كنت بتحبها صحيح، انسى نفسك وبيعها وضحي علشانها. أنا بحكي كل شيء علشان سعادتها يا منصور. أديك عجبتني، وأنا عم اللي أحكم لك بالمأمورية دي. شوفوا خفاقة المصرية، وداد
مغنى وطرب، اسمع وداد مغنى وطرب.
اسمها وداد. وداد اسم جميل وصوت اجمل. دي كروان. والله دي بلبل يا عم. صحيح. حضرتك لك رغبه تشتريها؟ ايوه. وانا كمان. عال بيد الخير شيرين. ادفع كام؟ الف محبوب. الف ومئتين. 1400 1600 1800 1900 كفاية كده. ألفين محبوب. مش هتزود حاجة؟ يا ريت. ما اقدرش. اتفقنا. الله يبارك لك. حبيب سيدي.
الحمد لله. أنا عارف أنت بتفكري في إيه. بفكر في إيه؟ ما تخبيش، أنا فاهم. انتي محتاجة للشاب اللي يفهمك. انا مش محتاجة لحد. لكن انا بحبك. احترم عمك. ومداوم على شرب الدواء؟ البركة في وداد دايما فكراني. اتفرج على نفسك يا اخي.
انا برضو عايل همك. لكن ايه؟ مش لازم تستسلم للافكار. ازاي يا مصروف؟ دي وداد كانت كل املي في الدنيا. يا اخي اشتغل، اسعى للرزق، راجع عقلك وانت ان شاء الله ترجع زي ما كنت واحسن ما كنت وترجع لك وداد. يلا بينا، احسن التاجر بيستنانا. يعوض عليك وداد. روحي انت ارتاحي. ومين يديلك الدواء؟ سعيد موجود. تصبح على خير. انت من اهله. مصيرك ليا، كل شيء في البيت ده انا هورثه وانت من ضمن. ما قال لكمش حاجة؟ لا ما قال لناش، وقال نظفوا الوكالة وبس. طيب. أعوض. ها أدودك إيه؟ مش عارفين. كذاب. مين؟ أنا؟ لا ده أنا. أنت بتخبي عليا. اسمع يا سيدنا، اسمع، اسمع. لازم باهر هيفتح محله تاني. مستحيل يا شيخ، هو معاه اللضا ده لسه مديون. بالك يا عم مبارك، لو ما فتحش محله صحيح تبقى لك الحلاوه. ده منصور. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا سيد منصور. اهلا بيك. يا ألف يا ألف الحمد لله على السلامة. أيوة. الله يسلمك. أيوة يا أستاذ تمام. وحشتنا. والله حلقتها يا أسطى. أيوة. اللي ما حد بيشوف.
هو انا نسيت المكيساتي؟ واحد فل على الوجه الحسن. اهلا عم مبارك، ازيك؟ الله يحفظك. والله يا جماعه ما تاخذوناش عن اذنكم عشان بدي اشوف الخان بتاعنا. اتفضل اتفضل اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا مولانا. ازيك يا ابني يا منصور؟ الله يحفظكم. وازاي السيد باهر؟ الحمد لله، أشيت معدن. الحمد لله. على فكرة يا ابني، أنا علي لكم قرشين. مش بتوع حتة القماش؟ يا مولانا العز واحد، دول كأنهم في الجيب. الله يسترك يا ابني. ان شاء الله تكون انت فاكرني. بايه؟ بايه؟ القبطان اللي خلتني فصلتولك. هو خلص؟ خلص خلص من زمان. انما انما ايه؟ انما انما انا محسوبك. ايه؟ بقى كده؟ مبارك مبارك، اهدى كله. هو انت لسه شفت حاجة؟ ده الباقي لسه في الطريق. انا شاعر ان ايام انتهت. الله لا يقدر. انا مش ناسي ما رؤيتك معايا وسهرك علي. انا عملت الواجب. وداد، بقالي مدة ما سمعتكيش، غني لي. أحب إن آخر حاجة أسمعها في الدنيا دي صوتك يا وداد. فين الألف؟
محبت اشكيلو قول الأمين الشكمدي. Thank you.
راجل بطال كذاب منافق
مش عيب عليك يا راجل يا ضلالي، تمشي كتير الأسيادة والدور تملى السوق كله بكلام فارغ على سباهر. على سباهر؟ ايوه انا ابدا والله. عجايب، ده انا سمعت من معلم فريد. انا يا راجل؟ مش انت اللي جيت وتقول لنا انه فلس خلاص وعرف؟ شوف، تعالى هنا، تعالى هنا اقول لكم حق. امال تقول لنا ابن عمه؟ مش يازدي هو اللي قال لي، وانا والله العظيم مبسوط. الشيخ يازدي؟ ايوه. طيب وتقول كده في وشه معلومه؟ اقول له من ضر قدامي. رأسي حاطب، رأسي رأسي هتتكسر. امشي قدامي يا كلب. كده يا راجل يا 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 ضلالي تعيب في حق السيد ماهر؟ حيلك حيلك، ما تتحمقش كده قوي يا خي. هو مش كان فلس؟ شوف جالك كلامي. ده بقى على كده، ده انت السبب في اللي حصل كله. يعني هو مش كان فلس صحيح؟ يا اخي فلس في عينك، راجل ما تختشيش. انا ما اختشيش يا منصور. ايوه يا يزدي. طب لم لسانك احسن لك. وان ما لمتوش يعني هيحصل ايه؟ اتصلتك عينيك. انت اتصلت عينيك؟ اه كده بقى. يا منصور يا منصور يا منصور يا منصور يا منصور ده راجل كبير يا راجل كبير. حول ولا قوه الا بالله. راجل كبير يا منصور. منصور
واحد اثنين ثلاثة ثلاثة. بتعمل ايه؟ خلصيني. خلصت ايه؟ بتعمل ايه يا منصور؟ يا ستي بعت السمك. بعت السمك ايه؟ بعت السمك اتعب دلوقتي. يا جاي يا اخي يلا قوم بقى. قوم يلا يلا قوم بقى. السلام عليكم. وعليكم السلام. كل عام وانتم بخير يا سيدي. بالصحة والسلامة يا فندم. ألف نهار مبروك يا ابني. بارك الله فيك يا سيدي. شفتي ولادي؟ يا ألف نهار أبيض. ازيك يا ستي؟ فين بقى؟ هنا ويا ضيوف ده كتير من الفرح. هروح اقول له. وليه؟ حد في اوضتي؟ مين غيرك يا ستي؟ اتفضلي. مين في حبه شاف عذاب